السلام عليكم، مرحبا بكم هذا معايا المخيط فيديو جديد دلوقتي. غادي نشارك معكم كتجي فيه زويضة واحد الطريقه باش كتجي تصايبي مخيطات ولا وسادات لتزيين الفوتويات ولا كان عندي غير واحد ديالك واحد بواحد الطريقه بسيطه وسهله وتقدر ما تخطرلكش على البال، وغادي نوريكم يعني كيفاش كتجي هاد تقدر تكون متوفره عندك في المنزل هنايا. ديالك. وهاد الطريقه اللي غادي نشاركها معكم جربتها في المنزل ديالي، وعلاش لا، هذه طريقه يعني تقدروا انكم تديروا بها حتى مشروع منزلي وباقل الثمن، يعني تصايبي واحد الوسيدات اللي يمكن لك انك تروجيهم باغ انترنيت وتبيعيهم وتدخلي منهم واحد المدخول اللي لا باس به. اول حاجه غادي نحتاجوا واحد التوب اللي هنايا كيتسمى هذا اللامي، اي توب توفر عندكم وعجبكم في الشكل ديالو، وخاصو غادي يكون مواتي لديك الزواقه اللي غادي تديروها. بالنسبه هنايا انا توفر عندي هاد التوب ديال اللامي، وبالنسبه لهذيك الزواقه اللي شفتو دابا كانت عندي واحد التكشيطه اللي ما بقيتش غادي نلبسها، هاد التوب ديال لامي غادي كان شاط لي واحد الطرف كبير ديال التوب اللي فيه هادوك الزواقات اللي فيها، هادوك الزواقات اللي شفتو هكا اللي انا غنشاركهم معكم، غنوريهم لكم ها انتم كيفاش شفتوهم. يعني كانت هذيك الشبكه ديال التكشيطه اللي قطعت منها هاد الزواقه ديالها، وكانوا عندي كان عندي التوب شويه كثير، صايبت منه تكشيطه وبقات لي دوك الزواقات. يعني سهله، غادي يمكن لكم التكشيطه منين تقدم وعندكم فيها واحد الشكل ديال الشبكه اللي مميز بحال هذا، يمكن لكم تقطعوا دوك الطريفات وتصايبوا بهم تزوقوا بهم المخده ديالكم. انا هذه فكره شاركتها معكم تقدر ما تطيحش لكم في البال، وهذه زعما صراحه بسيطه وسهله. انا هادو الشياطه ديال التوب اللي كان شاط ليا، يعني قطعت منه دوك الزواقات كاملين، ها انتم شفتوا هادو غير بقايا ديال التوب ديال التكشيطه. هاد الشبكه يعني بعض المرات كيكونوا فيها شي زواقات مميزين وصافي، وديك التكشيطه كتكون طلعت لك في الراس وما بقيتيش غادي يعني تستعمليها، علاش لا تستعملي دوك الزواقات اللي فيها. كاين حتى داك هادو الجناب ديالك كيكونوا ديال الكميمات، يعني تقدري تستعمليهم تزوقي بهم هذا وتزيني بهم المخدات ديالك والوسادات ديالك، وهكذا غادي تحتوي على واحد الشكل مميز ما كاين عند حتى واحد، وغادي ديري بهم الصالون ديالك وتزينيه بهم كيعطي واحد المنظر رائع للصالون. بالنسبه لهنا انا هاد الزواقه اللي شفتو هكا غادي نديرها وسط المخده، يعني غادي نخيطها مع المخده هنايا من الوسط، وغادي نوريكم الشكل من بعد. وانا صايبت واحد لاناب، لاناب ها انتم كيف ما شفتوا، يعني داك الشبيكه لصقتهم حتى لاناب، درت وحده الوسط والجناب ديال لاناب كله صايبته بديك الشبكه اللي كانت شاطليه. بالنسبه لدوك الشبيكات الصغيورين اللي شفتو، يعني دوك الزواقات الصغار حتى هما زينت بهم لاناب ديالي، وكيجي متجانس داك لاناب مع المخدات اللي صايبت للصالون ديالي، وكيجي الصالون رائع صراحه. نسيت ما صورتش لكم الصالون، غادي نصوروا لكم وغادي تلقاوه في الاخر ديال الفيديو كيفاش كيجي الشكل ديالو. هنايا ها انتم كيفاش شفتوا، انا درتها من الوسط، وهذوك الطريفات اللي كاينين عندي زايدين حتى هما درتهم زوقت بهم الجنيبات ديال لاناب، وجا واحد الشكل اللي رائع. وهذاك التوب اللي شفتو راه توب خفيف يعني متوفر، ها انتم شفتوا، ها انتم الجنيبات ديال لاناب. بالنسبه لاناب انا ما صايبتوش معكم في هذه الفيديو، غنصايب معكم غير المخده، غنوريكم كيفاش درت المراحل حتى خيطتها، حتى الخياطه ديالها سهله وبسيطه، يعني اي وحده عندها ماكينه ديال الخياطه ولا حتى باليد يمكن لها انها تخيطها، يعني زعما الصراحه سهله وزعما بحاجه بسيطه. هانتوما شفتوا لاناب كيفاش جا غزال، جا غزال وجا مميز وما كاينش بحالو، زعما ما غاديش تلقايه في بلاصه وحده اخرى، يعني مصايب على يديك. هذه حاجه مميزه حبيت انني نشاركها معكم، لان كنظن ان بزاف ديال العيالات بعض المرات كيكونوا عندهم تكيشطات اللي صافي داز لا مود ديالهم وصافي ما بقاوش غير معمرين البوابات وداك الشيء وما عندهم ما يديروا بهم، علاش لا نستغلوهم ونصايبوا بهم حوايجات اخرين ونزوقوا بهم الفرق هذا. المهم جاتني الفكره ديالها ديالنا ولا باش نشاركها مع ديال وليداتنا، يعني كتبقى واحد الفكره اللي مميزه. اول حاجه غادي نخيط معكم المخده، غادي ناخذ داك التوب هنا صراحه نورمالمون خاصني نصلحو، ما بقاش ليا الوقت
كنت زربانه باش نصور لكم الفيديو. المهم غادي من بعد ما نتوما صلحوه الا بغيتوا تصلحوه، المهم خاص يتصلح الثوب. المهم انا غادي ندير ديك الشبيكه الوسط كيف ما شفتوا معايا، غادي نخيطها. الخياطه ديالها كيف ما قلت لكم سهله وبسيطه، يمكن لكم تخيطوها على يديكم الا ما توفرتش عندكم الماكينه ديال الخياطه، يمكن لكم كيف ما انا الا عندكم الماكينه ديال الخياطه راه سهله، كتشدوها بالفنيتات في الاول مع الثوب ديال المخده ديالكم، يعني غادي تدوروها كاملها بالفنيتات، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي تخيطوها. زعما كتجي هذه فكره زوينه وتستاهل انني نشاركها معكم صراحه. انا هذه الفكره ديال الوالده ديالي، ومنين شفت الصالون زعما كيفاش تغير المنظر ديالو وكيفاش عطى واحد الرونق زوين وكيفاش عطى واحد المنظر مختلف على كي كان، يعني الصراحه قلت لها علاش لا نشاركوها مع الناس، وهذه فكره يعني تقدر انها تلقى الاستحسان ديالكم. كيف ما شفتوا معايا هنايا انا غادي نستمر، غادي ندير الفنايت كاملهم على الجنيبات ديال المخده كيف ما غادي نوريكم. بسم الله انا غادي ومن بعد غادي نخيطها بالماكينه، يعني غادي نخيطها عاديه بالماكينه ديال الخياطه. ها انتم شفتوا راه كتكون صافي لصقات، ومن بعد غادي نخيطوها. ماشي كتخيطوا كلشي، يعني غتحيدوا الثوب، يعني غتخيطوا غير ديك البلاصه اللي غادي تدوروا عليها الخيط، وانتم كتخيطوا وانتم كتزولوا الفنيتات، يعني هكا الفنيتات غير باش نشد القياس والعبار اللي بغيت، يعني باش ما تجي في الوسط نيشان، يعني انا كنعبر تقدروا زعما اللي اول مره غادي تعبروا بالمترو من هنا ومن هنا ومن هنا باش يجو نيشان يعجيكم العبر هو هذاك، اللي موالف الخياطه راه غير عين وميزان، يعني كيجيب العبر هو هذاك زعما هادشي اللي كاين. المهم انا غادي نخيطها كامله، غادي نطرقها بالماكينه حتى ندورها كاملها، ومن بعد غادي نوريكم انا الخياطه راه ما كتبان ما حتى حاجه، خصوصا الا كان اللون حنا خديت واحد الصفر اللي جاي في اللون ديال الثوب، وفي نفس الوقت في اللون ديال ديك الزواقه اللي درت في المخده، يعني ما كيجيش باين، وفي نفس الوقت ها انتم ملي كتخيطوا كتجبدوا ديما الثوب وكتزولوا الفنيته ديالكم. خصها زوين. كيف ما شفتوا معايا غادي نستمر حتى نكمل كاملها. من بعد المخيط راه كتعمروها بالعماره اللي عندكم ديال المخاد، يعني هذيك عاديه، يعني ما نحتاجش انني نشرحها لكم، يعني من بعد غادي نوريكم زعما. المهم من مورا ما درت هاد الزواقه ولصقتها مع المخده، غادي نوريكم كيفاش غادي نطرق المخده من الجناب، يعني راه ما كتجي سهله، يعني كتدخلي غير الثوب، يعني قلت لكم ماشي سهله زعما الصراحه، بسيطه بسيطه بسيطه، يمكن اي واحد يصايبها في المنزل ديالو. انا غنستمر حتى نكمل الخياطه كامله ديال ما بغيت نقطع لكم الصراحه حتى مرحله باش تشوفوا كل شيء، يعني باش حتى اللي اول مره غادي تجي هذه الفكره يشوف المراحل كاملها الصراحه. هنايا راه تقفلنا ديك البلاصه باش هكا الخيط ما يتجرش لينا وما يتقطعش. من بعد غادي نقطع الخيط ديال كيف ما شفتوا، ها انتم راها لاصقه وجات زوينه وجا المنظر فيها زوين، ها انتم راه ما هابطه ما والو، يعني مشدوده من الجوانب كاملها. من بعد غادي نقلبوا الثوب، يعني باش نخيطوا لدوك الجوانب اللي غادي نعمروا فيهم العماره ديال المخده. غنوريكم الطريقه كيفاش كتقلبوا الثوب، يعني غادي تقلبوا على هذا الشكل وغادي ديروا الخدام الجوانب ديالها كامل، وكتخلي واحد الجنب اللي ما كتخيطوش، حيت داك الجنب اللي غادي ندخلوا منه داك الوساده اللي ديال العماره ديال الخده طبيعه الحال. وبالنسبه لديك البلاصه كنخيطوها باليد، يعني ديك البلاصه اللي خلينا محلوله انتما غادي تشوفوا، غنخيط الجوانب بجوجهم اللي حيت هنايا خلاص راه ما محلولش، يعني غادي يبقى هكاك. وهنايا هاد الجوانب الاولانيه كاين هاد الجانب على هاد القنت غادي نخيطو، ومن بعد غادي نخيط الجهه الاخرى حتى هي، وهكذا غتبقى عندي غير جهه وحده اللي محلوله اللي يمكن اللي غادي ندخل فيها العماره ديال المخده. هذيك الجهه اللي محلوله غادي نخيطها غير باليد، ما انا الصراحه ما صورتش لكم كيفاش غتخيطوها باليد، راه عادي كيف ما كتفرجي اي ثوب
نفس الطريقه يعني كتفرجي غير باليد حتى كتخيطيها وكتدخلي الخياطه صافي يعني وكتبقى دابا نوريكم في الاخر المخده كيفاش غادي تخرج زعما الصراحه جات زوينه جا فيها المنظر رائع والصراحه راني نسيت ما صورتش لكم الصالون كيفاش جا بديك الزواقات وداكشي غادي نصوروا لكم وانا موعدكم انني غنصور لكم وغتلقاو في الاخر الفيديو حيت ملي كنت كندير المونتاج صراحه ما طاحش ليا في بالي انكم تشوفوا المخاد منين داروا على الصالون كيفاش كان الصالون قبل كيفاش جا من بعد منين درت ليه المخدات زعما الصراحه جا واحد الاختلاف كبير وجا واحد المنظر اللي زادوا جمالا الصراحه داكشي علاش قلت لكم الحاجه اللي كتكون مصايبينها على يديكم وما كايناش في السوق يعني ما غاديش تلقايها في السوق ما رايجاش يعني كتكون كتميزي بها صالون ديالك سواء كان بالفوتويات ولا كان صالون بلدي كيف ما شفتوا هنا خيط الجوانب ديالها كيبقى هذا الجانب اللي قلت لكم كنخيو فيه باش كندخلوا فيه العماره ديال المخده وهانتوما راه شفتوا الثوب اصلا فيني من الخارج هنا غادي نخيطوا غير باليد يعني وكتجي مخده زوينه ورائعه وتستاهل انكم تجربوها وكنتمنى زعما انها تنال الاعجاب ديالكم بالنسبه للناس اللي كما قلت لكم اللي عندهم طروفه ديال الثوب فيهم زواقات زوينين علاش ما نستغلوهمش بهذا الشكل اللي كي ها انتم عمرت انا المخده باش يبان لكم الشكل ديالها كيفاش جاي ومن بعد غادي نخيطها باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها كنتمنى تعجبكم الفكره وتنال الاستحسان ديالكم ونبغي تخليوا لي الكومونتيرات ونشوف الراي ديالكم في هاد المخده وهنايا غادي نوريكم هانتوما كيفاش خيطتها غير باليد هانتوما كتجي الخياطه باليد هكذا وكتجي المخده هكا رائعه وزوينه تزيني بها الصالون ديالك بصحه وراحه ونتمنى هاد الفكره تنال الاعجاب ديالكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم.